بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيك يا شانسين؟ رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده في السكشن هنتكلم على discrete transfer function of sampled systems. بس قبل ما نتكلم على discretization بالنسبه للترانسفير فانكشن، خلينا بس نوضح شويه definitions. تمام، لو احنا افترضنا ان احنا عندنا continuous system، والسيستم ده احنا عرفنا نمثله بالترانسفير فانكشن جي اوف اس. تمام، وبعد كده انا قلت لك ان انا هدخل على السيستم ده سيجنال ديسكريت ار ستار. تمام، انا ممكن امثل السيجنال ديسكريت سيجنالز ان انا اقول ار ستار او ار ستار اوف اس او ار اوف زد. تمام، التلاته دولت يعني ديسكريت سيجنال. تمام، طيب عايزين نشوف الريسبونس بتاع السيستم هيرياكت ازاي لو هو continuous system وانا مدخل عليه discrete signal. تمام، طيب خلينا مثلا عشان نسهل على نفسنا، لو احنا قلنا ان احنا السيستم ده ال G of S بتاعته هي عبارة عن 1 over S plus A. تمام، دي على طول احنا بنعرف نجيب ال impulse response اللي هو ال H of T اللي هو ال plus inverse ل G of S اللي هو يطلع لنا E power negative AT U of T. ده ال impulse response بتاع السيستم. تمام، خلينا نتفق ان انا لو جيت قلت لك ان ال R star signal R star هي عبارة عن train of pulses. تمام، هي عبارة عن مجموعة بلسات قيمتها كلها واحد. تمام، اللي احنا عارفين ان هي ال U of K اللي هي discrete step signal. تمام، لو انا قلت لك دي ال discrete signal اللي هي ال R star داخل على system continuous step. تمام، فاحنا عارفين ان ال response بتاع ال output، لو انا الانبوت اللي داخل على السيستم ده هو عباره عن اول بلساي بس، يعني لو افترضنا ان احنا عندنا اول بلساي بس اللي هي داخله اللي هي الدلتا اوف تي. تمام، الامبلس ريسبونس بتاع السيستم او الواي اوف تي هو بيكون الامبلس ريسبونس بتاع السيستم، صح؟ لان انا داخل عندي بلسايه والاوتبوت واي هو هيكون الامبلس ريسبونس، لان الانبوت هو امبلس. تمام، طيب الامبلس ريسبونس احنا لسه جايبينه قايلين ان هو اكسبوننشال نيجاتيف اي تي اللي هو تبقى سيجنال عامله كده. تمام، طيب ده لو انا مدخل ايه، ده لو انا مدخل انبوت امبلس. تمام، لكن اللي انا مدخله مش انبوت امبلس، انا مدخل ايه، انا مدخل ترين اوف بلسز، ترين اوف امبلسز. تمام، فانا المفروض ده من اللحظه 0 لتي انا عندي شايف بلسايه واحده في السيستم هيرياكت كده، هيديني الامبلس ريسبونس، والمفروض الامبلس ريسبونس ده هيديكي وهيوصل للزيرو. تمام، لكن عند اللحظه تي هيحصل ايه، عند تي هيجي لي بلصايه تانية، امبلس تاني هيدي يجيني دلتا تانية، يعني هنا كان جالي دلتا اوف تي، هنا هيجيني دلتا اوف تي نيجاتيف تي كابيتال. تمام، فعند التي هيجيني بلصايه تانية. طب السيستم المفروض يرياكت ازاي لما اوصل عند التي؟ اول ما اوصل عند التي السيستم جات له امبلس تاني فهيديني امبلس ريسبونس تاني، وليه انيشال كونديشن، كان اول هنا انيشال كونديشن 0، هنا في انيشال كونديشن فهيديني بلصايه عامله كده وهيحاول يديكي. تمام، بس هيجي عند ال 2T هيلاقي ان في بلسايه تانية جت، البلسايه التانية جت لما تيجي هتعمل ايه؟ هتخلي السيستم عند ال 2T، عند ال 2T السيستم هيلاقي ان في بلسايه جت فهيديني الامبلس ريسبونس تاني، فهيديني الامبلس ريسبونس شيفتد علشان في انيشال كونديشن، وهكذا. السيستم كل ما يحاول يسيتل، كل ما يجي له امبلس هيديني الامبلس ريسبونس ويحاول يسيتل ويروح او يديكي للزيرو عشان هو السيستم ستيبل. لكن كل شويه عند كل سامبلنج تايم، عند كل تي وكل تايم اندكس جديد، عند تي و2 تي و3 تي هيبقى فيه بلصايه جديده، فالسيستم مش هيلحق يسيتل. طيب خلينا بقى نفتكر الريسبونس بتاع السيستم ده لو انا مدخل عليه السيجنال الار ستار دي، مش مدخلها ديسكريت لا مدخلها كونتينوس. تمام، فخلينا ناخد كل الكلام ده كده كوبي. خلينا بقى دلوقتي نتكلم على احنا عايزين ندخل عليه سيجنال كونتينوس. يعني ايه سيجنال كونتينوس؟ يعني انا مدخل الار ستار اللي هي ديسكريت سيجنال مدخلها على زيرو اوردر هولد، فهيديني الار اوف اس اللي هي كونتينوس سيجنال. تمام، دي الار ستار اوف اس، ممكن اكتبها ار ستار على طول اختصار. تمام، عايزين نشوف بقى الريسبونس بتاع السيستم. تمام، دي كانت ايه؟ دي كانت الار ستار. تمام، طيب لو انا طلبت منك ترسم لي
ال R of S. فال R of star of S zero order hold هيجي على كل بلصاية ويمينتين البلصاية دي لحد البلصاية التانية. هيبقى عندي ايه؟ فهيبقى عندي ال train of impulses دي هيتحول على طول ل continuous signal قيمتها على طول واحد. دي اللي هي ال R of S او ال R of T اللي احنا في التايم دلوقتي. تمام؟ طيب لما انا كنت بدخل على continuous system اللي احنا قلنا ان هو من شويه transfer function اللي بتمثله a1 over s plus a، لو انا دخلت عليها step input فاحنا كنا مفروض متوقعين ال output يبقى عامل ازاي؟ كنا متوقعين ال output هيديني step response، صح؟ ال step response بتاع ال first order system كان بيبقى حاجه عامله كده زي الكاباستور اللي بتشارج، بيبقى عندي exponential وبيوصل للايه؟ لل y state state. يبقى مبدئيا كده ما ينفعش continuous system تدخل له signal discrete. تمام؟ لان انت كده بتبوظ السيستم. انت متخيل كده ان انت لو السيستم continuous ده عندك مثلا زي موتور وانت بتدخل له الكنترول سيجنال بتاعك او بتدخل له الريفرنس بتاعك او بتدخل له فولتج على الموتور ده، الفولتج ده discrete، تقول انا هديك فولت في وقت قليل جدا وهقفل، فولت في قليل جدا وهقفل. فاحنا عارفين اصلا ان الموتور ده الاول بيبقى محتاج ستارتنج كارنت عالي عشان يتقلب على الانرشيا، فالموتور هيتحرق. انت كل شويه عمال بتدي له ستارتنج كارنت ما بتخلوش يوصل للستيدي ستيت فاليو بتاعه. تمام؟ فمبدئيا كده ان انت عشان تعمل انترفيسنج ما بين الديسكريت سيستم او الديسكريت وورلد اللي هو هيكون كنترولر بالنسبه لنا او الكنترول اكشن اللي هو الار، وما بين كونتينوس سيستم، لازم محتاج زيرو اوردر هولد، محتاج ديجيتال تو انالوج كونفرتر يحول لك الديجيتال فاليو دي، الديسكريت فاليو دي يحولها ل انالوج كونتينوس فاليو. طيب وبالمثل نفس الكلام، انا عايز اخد دايما فيدباك، اخد من كونتينوس سيجنال فيدباك وادخلها على الكنترولر اللي هو يبقى ديسكريت كنترولر، فانا لازم اكون يبقى عندي انالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي احنا هنا بنمثله بسامبلر، السامبلنج تايم تي. السامبلر ده هيحول لي الكونتينوس سيجنال لديسكريت سيجنال لواي ستار. تمام؟ لو انا بقى عايز ارسم مثلا الواي ستار دي، تمام، فالواي ستار y star of t هتبقى عبارة عن train of pulses، بلصاية عند الزيرو قيمتها زيرو، بلصاية عند t قيمتها بالvalue دي، بلصاية عند 2t قيمتها بالvalue دي، وهكذا. تمام؟ بعد كده في الاخر هيثبت ويوصل للstage state دي الواي ستار. تمام؟ ده اللي انا كنت عايزه في الاول. يعني كان هدفي في الاول خالص ان انا كان عندي discrete controller او discrete control signal اللي هي ال r of z، عايز اربطها مع continuous system. تمام؟ فمحتاج كده انالوج ديجيتال كونفرتر وديجيتال انالوج كونفرتر. ديجيتال انالوج كونفرتر عشان يحول لي سيجنال ديسكريت الار دي لكونتينوس سيجنال وادخلها على الكونتينوس سيستم ويحصل اقدر اعمل انترفيسنج ما بين الديسكريت سيجنال والكونتينوس سيستم، ومحتاج انالوج ديجيتال كونفرتر عشان لما اجي اخد فيدباك من الكنترولر، اخد فيدباك قصدي من الاوتبوت للكنترولر. يبقى احنا كده هنا لحد دلوقتي كنا بنعرف بس بنحط ديفينيشن ان انت ما ينفعش تربط كونتينوس سيستم بديسكريت سيجنال. تمام؟ ما ينفعش تدخل ديسكريت سيجنال على كونتينوس سيستم، انت كده بتبوظ الكونتينوس سيستم. انت محتاج زيرو اوردر هولد ومحتاج سامبلر علشان تقدر تعمل انترفيسنج ما بين كونتينوس سيستم وديسكريت سيستم. تمام؟ طيب خلينا نتفق دلوقتي ان انا لو جيت مثلا قلت لك ان احنا عندنا كونتينوس سيستم، احنا مثلناه ترانسفير فانكشن كونتينوس جي او اس، وانا الكونتينوس سيستم ده مدخل عليه سيجنال ديسكريت. انا عارف ان هو غلط بس خلينا نتفق بس ان احنا عايزين نجيب الاوفرول ترانسفير فانكشن. فانا مدخل الار ستار او اللي انا ممكن اسميها ار اوف زد. تمام؟ الاوتبوت بتاع السيستم ده احنا عارفين ان هو كونتينوس واي بس، لو دخلته على سامبلر سامبلنج تايم تي هيطلع لي واي ستار اوف اس، انا ممكن اقول عليها واي اوف زد. لو انا طلبت منك بقى انا عايزك تجيب الاوفرول ترانسفير فانكشن اللي هي ترانسفير فانكشن بتاعه الكونتينوس سيستم ده والسامبلر، انا عايز اجيب الجي اوف زد. تمام؟ فانت تقول لي ان الجي اوف زد هي الاوتبوت بتاع الترانسفير فانكشن دي اللي هو واي اوف زد على الانبوت اللي هو ار اوف زد. طيب الجي اوف زد دي عباره عن ايه؟ انا بقول لك ان انت عندك كونتينوس ترانسفير فانكشن وسامبلر. على فكره السامبلر هاز نو ترانسفير فانكشن. تمام؟ طب خلاص، يبقى الترانسفير فانكشن الاوفر اول بتاعت الكلام ده كله ان انت تقول لي انا هجيب الزد ترانسفورم للفانكشن اللي هي جي اوف اس. ازاي تجيب زد ترانسفورم لفانكشن في الاس دومين؟ الديفينيشن بتاع زد ترانسفورم في التايم دومين،
فانت المفروض تعمل ايه؟ انت المفروض في الصح ان انت تجيب لي زد ترانسفورم للسيجنال اللي او لللابلاس انفرس للجيو اس. انت لازم تروح للتايم دومين، تروح من الاس دومين للتايم دومين عن طريق اللابلاس انفرس، وبعد كده تعمل لي ديسكريتايزيشن عشان تعرف تطبق الايه زد ترانسفورم، لان زد ترانسفورم ابليكابل على ديسكريت سيستم او ديسكريت سيجنالز بس. تمام؟ يبقى كده دلوقتي لما اقول لك الزد ترانسفورم بتاع جي او اس، انا اقصد الزد ترانسفورم اوف لابلاس انفرس اوف جي او اس. لازم تروح للاس للتايم دومين، لان مفيش ديفينيشن يقول لك، يعني احنا الديفينيشن بتاع الزد اللي هو مثلا الجي اوف زد، فاحنا عارفين ان هو سميشن اوفر كي كول 0 تو انفينيتي ل جي اوف كي زد تو ذا باور نيجاتيف كي. تمام؟ فانا الجي اوف كي دي كانت سيجنال في التايم دومين، الديسكريت تايم دومين اللي هو الكي، فانت لازم تروح للديسكريت تايم دومين. تمام؟ فنرجع لسؤالنا، هل ينفع ندخل ديسكريت سيجنال على كونتينوس سيستم؟ لا طبعا، فاحنا محتاجين زيرو اوردر رول. خلاص احنا كده عايزين نجيب الاوفر اول ترانسفير فانكشن نتيجه وجود الكونتينوس سيستم وزيرو اوردر رول والسامبلر. احنا قلنا ان وجود السامبلر بيعمل لك ايه؟ بيخليك تعمل ديسكريتايزيشن. يعني ديسكريتايزيشن يعني تجيب الترانسفير فانكشن في الزد دومين. تمام؟ اللي احنا عارفين ان احنا لازم نروح للتايم دومين عن طريق البلس انفرس، بعد كده نروح للزد دومين. طيب خلينا بقى ناخد اللي احنا كنا كاتبينه هنا فوق ده. تمام؟ طيب احنا بقى دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ انا بقول لك دلوقتي ان احنا عندنا السيستم السيستم عندنا كونتينوس. تمام؟ فاحتاج ان نزيل اوردر هول عشان ندخل عليه ديسكريت سيجنال ويعمل ايه، يثبتها ويخليها كونتينوس سيجنال، يحولها من ديسكريت ديجيتال سيجنال لانالوج كونتينوس سيجنال. تمام؟ ونقدر ندخلها على زيرو اوردر هول. دلوقتي انا عايز اجيب الاوفر اول ترانسفير فانكشن اللي هي ما بين الواي ستار اللي هي ممكن نقول ان هي واي اوف زد، هي وما بين الار ستار اوف اس اللي هي الار اوف زد. تمام؟ انا عايز اجيب الترانسفير فانكشن الاوفر اول اللي هي احنا هنسميها جي اوف زد. ساعتها هنسال نفسنا سؤال، هو انا لو عرفت اجيب الترانسفير فانكشن بتاعت الزيرو اوردر رول وطلعت معايا هي فانكشن كونتينوس في الاس دومين، تمام، مش انا ممكن اقول ان الفانكشن بتاعت الزيرو اوردر رول ترانسفير فانكشن والجي اوف اس بتاعت الكونتينوس سيستم الاثنين سيريز مع بعض اضربهم في بعض واجيب الاوفر اول ترانسفير فانكشن؟ تمام؟ وبعد كده اجي هنا اطبق نفس الرول، صح؟ يعني وجود السامبلر ده كله هيعمله ان هو اللي يعمل ديسكريتايزيشن. تمام؟ لو انا عايز اجيب ترانسفير فانكشن للزيرو اوردر هول كونتينوس هضرب الاثنين دول في بعض، هجيب الجي او اس بتاعت الزيرو اوردر هول مضروبه في الجي او اس، ترانسفير فانكشن دي تبقى داخله على سامبلر، هلاقي ان نفس الشكل ده كله على فكره داخله هنا، انا داخل عليها السيجنال كامل اللي هي الار اوف زد اللي هي الار ستار. تمام؟ والاوتبوت هنا هو واي اوف زد. فانا عايز اجيب الاوفر اول ترانسفير فانكشن ما بين الواي اوف زد والار اوف زد. تمام؟ طب شبه اللي فوق بالظبط، صح؟ يعني هيطلع لي هنا برضو ان الجي اوف زد هي عباره عن الزد ترانسفورم للجي بتاعت الزيرو اوردر هول ترانسفير فانكشن مضروبه في الجي او اس، هعمل الكلام ده كله ايه زد ترانسفورم. تمام؟ واحنا عارفين دلوقتي يعني ايه زد ترانسفورم لفانكشن في الاس دومين، يعني انت لازم تحولها للتايم دومين للكونتينوس تايم، بعد كده تعمل ديسكريتايزيشن تروح للديسكريت تايم، بعد كده تعمل لي زد ترانسفورم. فاحنا عملنا دلوقتي ان احنا نجيب الترانسفير فانكشن بتاعت الزيرو اوردر هول تطلع كونتينوس كده، كل مشاكلنا اتحلت. طيب لو جيت بقى قلت لك ان احنا كنا بنجيب الترانسفير فانكشن ازاي، الترانسفير فانكشن بتاعت اي سيستم كنا بنحسبها ازاي، ان احنا كنا بنابلاي على السيستم ده بنابلاي انبوت دلتا، صح؟ لو انا عندي سيستم هنا والترانسفير فانكشن بتاعته unknown، فانا هابلاي انبوت دلتا وهميجر الاوتبوت، هشوف الاوتبوت ريسبونس بتاعه ولا اتش تي، هميجر ازاي على السكوب. تمام؟ همثل الاوتبوت سيجنال دي بسيجنالز انا اعرف اجيب الترانسفير فانكشن بتاعتها او اجيب اللابلاس بتاعها، وبعد كده استخدم اللابلاس ترانسفورم اقدر اجيب الجي او اس. يعني انا لو قدرت امثل الترانسفير فانكشن دي باكسبوننشال او يونت ستيبس او اي حاجه جبت لها لابلاس ترانسفورم كده انا جبت الجي او اس. دي طريقه ان انت تعرف الترانسفير فانكشن من غير ما تعمل موديلنج، يعني من غير ما تجيب الديفرنشال ايكويشن وتاخد لابلاس ترانسفورم للديفرنشال ايكويشن، لا انت بتعمل لها ايدنتيفيكيشن على طول، بتدخل على انت معاك السيستم ومعاك سكوب تقدر تميجر الاوتبوت وتقدر تتحكم في اي انبوت. فانت هتدخل انبوت دلتا متوقع ان الاوتبوت اللي يطلع هو الامبلس ريسبونس، خلاص الامبلس ريسبونس انت هتقدر تشوفه على سكوب تقدر تعمله له بلس ترانسفورم تجيب الجي اوكس. هنعمل نفس الكلام بالنسبه للزيرو اوردر هولد. انا عندي زيرو اوردر هولد
هدخل عليه input delta. تمام، وبعد كده هنشوف ال output response اللي هو ال h of t. طيب فده ال h of t، لو جيت سألتك ال zero order hold ايه الفانكشن بتاعته؟ ال zero order hold بي maintain، يعني انا مدخله هنا delta من عند ال zero، ال zero order hold هي maintain ال delta دي لحد امتى؟ يعني هو دلوقتي مدخله delta بلصايا عند ال zero، يبقى هو عند ال zero هيطلع لي بلصايا قيمتها واحد، وهيفضل يمنتين البلصايا دي لحد امتى؟ لحد الـ next sampling time اللي هو لحد عند اللحظة T اللي هي next sampling period. بما اني ما دخلوش بلصايا تانية، انا مدخله دلتا عشان عايز اعمل له identification، فهو هيديكي وهيروح للزيرو، فهو هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي step من الزيرو للT. الـ h of t دي انا ممكن امثلها بـ unit step، اقدر ان هي عبارة عن u of t negative u of t negative t capital. تمام؟ طيب تقدر تجيب البلس ترانسفورم بتاع الكلام ده كله؟ اللي احنا عارفين ان هو بيساوي الزد ترانسفورم او الزيرو اوردر هولد قصدي ترانسفير فانكشن، هو عباره عن البلس ترانسفورم لل اتش اوف تي. البلس ترانسفورم لليو اوف تي هو عباره عن 1 اوفر اس، النيجاتيف ده سكيلر هينزل زي ما هو. البلس ترانسفورم بتاع يو اوف تي نيجاتيف تي، احنا قلنا الشيفت في التايم بتحول الاكسبوننشال في الاس، وهعمل لبلس ترانسفورم لليو اوف تي. تمام، خلينا نكتب دي على جنب عشان الناس ما تتلخبطش. لما اطلب منك لابلاس ترانسفورم لليو اوف تي نيجاتيف تي كابيتال، ده معناه ايه؟ ده معناه ان التايم شيفت ده بيتحول ل اكسبوننشال، الشيفت في التايم بيتحول اكسبوننشال. تمام، وعايز اجيب لابلاس ترانسفورم للسيجنال دي بعد ما اشيل التي كابيتال اللي هي يو اوف تي. احنا عارفين لابلاس ترانسفورم بتاع اليو اوف تي هو 1 اوفر اس، كل اللي عامله اضربه في اي باور نيجاتيف تي اس. يبقى ساعتها كده الترانسفير فانكشن بتاعت الزيرو اوردر هولد هي عباره عن 1 نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي اس، انا بس وحدت الدينومينيتور اوفر اس. طيب هل الفانكشن دي كونتينوس؟ كونتينوس دي في التايم دومين، اسف في الاس دومين، الفانكشن دي كونتينوس. تمام، يبقى انا كده اقدر اطبق الرول اللي انا كنت عايز اطبقها هنا. ده كان هدفي من الاول خالص، ان انا يبقى عندي كونتينوس ترانسفير فانكشن زي كونتينوس سيستم، اضربهم في بعض اجيب الاوفر اول ترانسفير فانكشن، وبعد كده اعمل لها سامبل. تمام، ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه من اول خالص، ان احنا بنعمل discrete transfer function او بنعمل discretization of sample system. يعني ايه sample system؟ يعني وجود السامبلر. تمام، يبقى احنا كده قلنا ان السامبلر ملوش transfer function. تمام، هو كل وجوده بس ان انت بيحول لك السيجنال continuous discrete، وبيخليك تروح من S domain ل Z domain. كده احنا قدرنا نجيب على طول transfer function بتاعت ال zero order hold. خلاص، يبقى احنا كده الجي اوف زد اللي احنا كنا عايزين نجيبها في الاخر خالص، الجي اوف زد كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي زد ترانسفورم ل الجي بتاعت الزيرو اوردر هولد، ترانسفورمشن بتاعت الزيرو اوردر هولد اللي هي عباره عن 1 نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي اس اوفر اس مضروبه في الجي اوف اس. اللي انا ممكن اكتبها بصيغه ثانيه، اكتبها ايه؟ اقول ان هي عباره عن زد ترانسفورم، ما تنساش ان احنا المفروض نعمل لابلاس انفرس بس ما نكتبهاش عشان اختصارا. تمام، ل الجي اوف اس اوفر اس نيجاتيف الزد ترانسفورم اوف لابلاس انفرس اوف جي اوف اس اوفر اس مضروبه في اي باور نيجاتيف تي اس. تمام، انا فكيت الكلام ده كله خليته حصل. تعال نفترض بقى ان احنا عرفنا نجيب اللابلاس انفرس للجي اوف اس اوفر اس، ده سهل ان احنا نجيبه. انت معاك الجي اوف اس، هتقسمها على اس وتعملها على بلس انفرس بعد ما تعمل بارشال فراكشن. لو احنا سميناها دي اف اوف تي فانكشن في التايم دومين، اي فانكشن. تمام، طيب وجيت بقى طلبت منك دلوقتي تجيب لي لابلاس انفرس للجزء الثاني، احنا كده جبنا الجزء ده. طيب لابلاس انفرس للجي اوف اس اوفر اس ملتبلايد باي اي باور نيجاتيف تي اس، لابلاس انفرس كان ده ايه؟ احنا عارفين الاكسبوننشال في الاس بيتحول لتايم شيفت، صح؟ فانا جبت اللابلاس انفرس بتاع الكلام ده، صح؟ انا جبت اللابلاس انفرس للجي اوف اس اوفر اس اللي هو الاف اوف تي، فانا هيبقى عندي اف اوف تي، كل الحكايه ان انا هشيل كل تي واحط مكانها تي نيجاتيف تي كابتل. تمام؟ طيب لو جيت بقى طلبت منك بقى انت تجيب لي زد ترانسفورم بتاع الكلام ده، احنا ما فيش حاجه اسمها تجيب لي زد ترانسفورم ل اف اوف تي، لا احنا بنجيب زد ترانسفورم للديسكريت سيجنال، فانت هتجيب لي زد ترانسفورم للاف اوف كي تي اللي هي discrete signal، ولو احنا عرفنا نسميناها مثلا f of z انت عرفت تجيبها. تمام؟ طيب وجيت بقى طلبت منك دلوقتي تجيب لي z transform بتاع f of t negative t capital، ده اللي احنا عارفين ان هو z transform ل f of kt
نيجاتيف تي، تمام؟ اللي انا ممكن اقول ان هي كان نيجاتيف 1 ملتبلايد باي تي، تمام؟ طيب وكنا احنا عارفين ان لما اجيب زد ترانسفورم بتاع سيجنال فيها شيفت كان بيحصل ايه؟ الشيفت في التايم بيتحول لزد اوبريتور تو باور نفس الشيفت اللي هو زد تو باور نيجاتيف 1 مضروبه في زد ترانسفورم بتاع الاف اوف كي تي اللي احنا قلنا فوق ان هو الاف اوف زد، تمام؟ طيب خلاص لو احنا بصينا بقى على الايكويشن دي رقم 1 وجيت قلت لك from 1 و 2 and 3 write بقى ال g of z اللي هي discrete transfer function of sample system، فهي دي بتساوي ايه؟ بتساوي اول حاجه الجزء الاولاني اللي احنا قلنا في الاخر خالص احنا عرفنا نجيبه في سميناه f of z نيجاتيف. الجزء الثاني، الجزء الثاني احنا قلنا عباره عن ايه؟ هو عباره عن z to the power negative 1 f of z. لو خدت f of z common factor فيبقى عندي 1 negative z to the power negative 1 ال f of z. طيب ايه هي بقى ال f of z؟ لو تفتكروا ان ال f of z كنا احنا قايلين هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن z transform لل f of kt. طب ايه هي ال f of kt؟ دي discrete form بتاع ال f of t. طيب ايه هو ال f of t؟ هو ال plus inverse لل g of s over s، تمام؟ الكلام ده كله multiply. يبقى وجود الزيرو اوردر هول والسامبلر هيخلي لك الديسكريت ترانسفير فانكشن هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن 1 نيجاتيف زد تو ذا باور نيجاتيف 1، تمام؟ multiplied by زد ترانسفورم ل g of s over s، تمام؟ طيب ده وجود الزيرو اوردر هول والسامبلر. طيب بدون الزيرو اوردر هول احنا كنا جايبينها من شويه، بدون الزيرو اوردر هول لو نرجع كنا قلنا ان الجي اوف زد هي عباره عن زد ترانسفورم للجي اوف اس. يبقى الزيرو اوردر هول عمل لك ايه؟ الزيرو اوردر هول ده لو احنا قلنا ان في زيرو اوردر هول، زيرو اوردر هول، تمام؟ لكن الجي اوف زد وداوت الزيرو اوردر هول هي عباره عن زد ترانسفورم اوف لابلاس انفرس للجي اوف اس، ده وداوت زيرو اوردر هول. يبقى كده لما يطلب منك في الامتحان يقول لك find the discrete transfer function without the zero order rule انت هتستخدم القانون اللي تحت ده، تمام؟ طيب والقانون اللي تحت ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت اول حاجه لازم تستخدم لابلاس انفرس عشان تروح للكونتينوس تايم، تمام؟ وبعد كده تعمل discretization يعني تشيل كل دي وحط مكانها كي تي تروح للديسكريت تايم، وبعد كده تستخدم ايه؟ زد ترانسفورميشن تروح للزد دومين. يبقى انا في الاول كنت في الاس دومين عملت استخدمت البلس انفرس عشان اروح للتايم دومين، عملت ديسكريتيزيشن مكان رحت للزد دومين، تمام؟ يبقى في الامتحان لو قال لك فايند ديسكريتشن فانكشن وداوت زيرو اوردر هولد تستخدم الرول دي. طيب لو طلب منك بقى ويذ زيرو اوردر هولد، فالزيرو اوردر هولد الايفكت بتاعه ايه؟ بيظهر بيبقى عندك الجي اوف اس بتتقسم على الاس، ويبقى عندك في الترم ده اللي هو 1 نيجاتيف زد تو باور نيجاتيف. انا ممكن اكتبه على جنب كده اقول ان هو عباره عن زد نيجاتيف 1 اوفر زد. وطبعا احنا عارفين ان ما ينفعش ديسكريت سيستم كونتينوس سيستم اسف ادخل عليه ديسكريت سيجنال، تمام؟ وان وجود الزيرو اوردر هولد هو اسينشال في كونتينوس كنترول اناليز. احنا كل الرولز اللي احنا خدناها بقى اللي هو الروت لوكس ديزاين يوزن الروت لوكس وبتاع مش هتبقى فاليد لو انا ما حطيتش زيرو اوردر هولد، لان الزيرو اوردر هولد بيخلي لي الريسبونس بتاع الديسكريت سيستم مماثل للريسبونس بتاع الكونتينوس سيستم. يعني لو نرجع كده ونفتكر هنا كده وجود الزيرو اوردر هولد هنا خلى لي الديسكريت سيستم الريسبونس بتاعه مماثل للكونتينوس سيستم، وجود عدم وجوده كان مخلي الريسبونس مختلف خالص. الريسبونس ده احنا مش عايزينه اصلا، احنا كنا عايزين الفيرست اوردر ريسبونس بس ديسكريت، تمام؟ فوجود الزيرو اوردر هولد بيخلي الريسبونس بتاع الديسكريت سيستم اللي هو الجي اوف زد يكون مماثل للكونتينوس سيستم اللي هو الجي اوف اس، فاقدر استخدم في كل الكنترول اناليسز اللي احنا خدناها في الترم الاول، تمام؟ جميل. خلينا بقى ناخد شويه examples. طيب في السؤال رقم 11 في الشيت بيقول لك consider the following transfer functions، مديك ال g كذا transfer function، بيقول لك اول حاجه compute g of z by hand، تمام؟ بعد كده compute assuming the input is fed to g of s or is coming from a computer through digital ion converter. بيقول لك ان في digital ion converter يعني assume ان في zero order hole، تمام؟ خلينا نحل المطلوب رقم a. يعني السؤال رقم a ايه مطلوب اي، تمام؟ لو انا الجي اوف اس هي عباره عن 1 اوفر اس، تمام؟ انا عايز اجيب الجي اوف زد، تمام؟
فاحنا قلنا الجي اوف زد هي عبارة عن زد ترانسفورم للجي اوف اس اللي هي 1 اوفر اس. تمام، مش فاهم يعني ايه اعمل الكلام ده، فانا لازم اروح التايم دومين. فانا كده بقول انا عايز الزد ترانسفورم ل لابلاس انفرس 1 اوفر اس هو عبارة عن يو اوف تي. تمام، اليو اوف تي لما اعملها ديسكريتيزيشن هتبقى عبارة عن يو اوف كي تي. الزد ترانسفورم بتاع اليو اوف كي تي هو عبارة عن زد اوفر زد نيجاتيف. تمام، يبقى دي كده اول حاجه تجيبها، وانت المفروض اصلا تعملها بايه، بخطوه واحده. يعني انت المفروض تعمل خطوه في دماغك، تعرف ان انت تروح من الاس دومين للتايم دومين عن طريق البلس انفرس، بعد كده تعمل ديسكريتايزيشن تشيل كل تي وتحط مكانها كي تي، بعد كده تستخدم الايه زد ترانسفورم. دي كانت اول حاجه. طيب تاني حاجه، تاني مطلوب دبل اي بيقول لك اسوم ان في زيرو اوردر هول. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الجي اوف زد بوجود زي اوردر هولد اللي عباره عن ايه؟ عباره عن زد نيجاتيف 1 احنا كنا لسه قايلينها اوفر زد، فزد ترانسفورم ل لابلاس انفرس، او مش لازم نكتبها بقى. تمام، للجي اوف اس اوفر اس. الجي اوف اس عباره عن 1 اوفر اس، اوفر اس اللي هي 1 اوفر اس سكوير. تمام، لابلاس انفرس الكلام ده بيساوي ايه؟ يعني انت ممكن تعمل على جنب تقول لي 1 اوفر اس سكوير لابلاس انفرس بتاعها هو عباره عن التي يو اوف تي، صح؟ لما تيجي تعمل ديسكريتيزيشن هتشيل كل تي تحط مكانها كي تي، هيبقى عندك كي تي يو اوف كي تي. اليو اوف كي تي دي الستيب فانكشن، انا ممكن اكتبها يو اوف كي. تمام، لكن التي اللي بره دي هسيبها زي ما هي لان بتاثر لي في الفاليو بتاعه الرام. تمام، فانا هيبقى عندي كي يو اوف كي مضروبه في تي، وتي ده سكيلر. تمام، يبقى انا كده اكني دلوقتي بقول لك انا عايز زد تو ذا باور نيجاتيف 1 اوفر زد مضروبه في الزد ترانسفورم. تمام، التي دي ده سكيلر، ممكن اخرجه بره ترانسفورميشن، صح؟ طيب زد ترانسفورم للكي يو اوف كي. انا جبت اللابلاس انفرس على جنب، عملت ديسكريتايزيشن، طلعت السامبلنج تايم تي لان هو كونستنت وسكيلر، طلعته بره. عايز اجيب زد ترانسفورم بتاع الكي يو اوف كي. زد ترانسفورم بتاع الكي يو اوف كي احنا حافظين ان هو عباره عن زد اوفر زد نيجاتيف 1 سكوير. الكلام ده كله لما اضربه في زد نيجاتيف 1 اوفر زد ملتبلايد باي تي، ده هيصير مع السكوير، ده هيصير مع ده، هيتبقى لك ايه؟ هيتبقى لك تي على زد نيجاتيف. تمام، ده هو الجي اوف زد. خلينا بقى دلوقتي نحط شويه تشيكس. يعني ده المفروض بعد ما بتجيب الديسكريت ترانسفورم فانكشن في تشيكس بتعملها عشان تعرف انت عملت ديسكريتيزيشن صح ولا لا. خلينا نتفق في الاول ان الجي اوف اس كانت عباره عن ايه. الجي اوف اس في الاول كانت عباره عن 1 اوفر اس، صح؟ طيب، وده الجي اوف زد. وجود الزيرو اوردر هولد مش هينكريز الاوردر بتاع السيستم. السيستم على فكره هنا الاوردر بتاعه هو فيرست اوردر، صح؟ ده فيرست اوردر سيستم في 1 فول. طيب الديسكريت فورم بتاعته الجي اوف زد هتطلع برضه فيرست اوردر. تمام، مش هيفرق الزيرو اوردر هولد. الزيرو اوردر هولد مش هينكريز الاوردر بتاع السيستم. تمام، فالسيستم كان فيرست اوردر هيستيل فيرست اوردر، كان فيرست اوردر كونتينوس هيفضل برضه فيرست اوردر في الديسكريت. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه البولز، هنا كان عندك البولز اس عند الزيرو، صح؟ يبقى البولز كانت اس ايكوال زيرو. طيب ساعتها بقى الزد هتبقى البولز هتتماب ازاي؟ المابنج بتاع البولز احنا عارفين ان الزد هي عباره عن اي اس تي اكسبوننشال اس تي. لو الاس بزيرو فده معناه ان الزد ايكوال 1. يبقى لو انت البولز في الاس دومين كلها عند الاوريجن هتماب في زد دومين عند ال 1. تمام، يبقى دايما لو انت عندك اي بول هيحصل فيه مابنج بالفانكشن دي اللي هي اكسبوننشال اس تي. اخر حاجه تعمل بيها تشيك هي الدي سي جين. تمام، المفروض الدي سي جين في الاس دومين هو الدي سي جين في الزد دومين، لان هما في الاخر خالص اتنين بيعبروا عن نفس الحاجه. تمام، الدي سي جين هنا هو عباره عن ليميت لما الاس تندز تو زيرو للجي اوف اس. لما تيجي تجيب الليميت الدي سي جين هنا هتلاقيه انفينيتي لان ده عباره عن انتجريت. تمام، طيب لما تيجي تجيب الدي سي جين في الزد دومين هو عباره عن ليميت لما زد تندز تو 1، هنا الاس تندز تو زيرو زد تندز تو 1. ليه؟ عشان الزد ايكوال اكسبوننشال اس تي، فالاس لما تنز تو زيرو زد تنز 1 للجي اوف زد. لما تيجي تعوض عن الكلام ده كله، تعوض عن الزد ايكوال 1، هيبقى عندك تي اوفر زيرو اللي هي بقى انفنتي. فهتلاقي ان الدي سي جين هنا هو الدي سي جين هنا. تمام، السيستم في كان كونتينوس كان انتجريتور، في الديسكريت هو في الديسكريت هو انتجريتور. تمام، يعني الديسكريت انتجريتور هو عباره عن ايه؟ عباره عن سميشن عمال بالجمع. يبقى احنا كده دلوقتي خدنا حاجه جديده، ان احنا لما بنجيب اي discrete transfer function لازم نقدر نعمل او نقدر نعمل عليها تشيك. تمام، نقدر نعمل عليها تشيك بثلاث حاجات: ان السيستم اوردر will be the same. تمام، سواء هو continuous او discrete، ده اول حاجه. ثاني حاجه ان البولز هيحصل لها مابنج طبقا للريليشن زد ايكوال اكسبوننشال اس تي.
تمام. يعني انت لو عندك في اس في التايم دومين عند نيجاتيف 1، فالزد هتبقى عباره عن اي باور نيجاتيف اس اللي هي 1 في تي، تمام. فبما ان الزد ايكوال اكسبوننشال اس تي، والاس عند نيجاتيف 1، فالزد هتبقى عند اكسبوننشال نيجاتيف تي، تمام. يبقى تاني حاجه البولز هيحصل فيها مابينج طبق الريليشن زد ايكوال اكسبوننشال اس تي، والكلام ده مش هيح... مش يعني مش فاليد مع الزيروز، تمام. اخر حاجه تقدر تعمل بيها تشيك الدي سي جي، تمام. يبقى تقدر تعمل تشيك بالسيستم اوردر بالاماكن البولز والدي سي جي. طب خلينا ناخد السؤال اللي بعديه اللي هو السؤال الجي اوف اس ده سهل. خلينا نحل السؤال الثاني اللي هو رقم سي. السؤال ده بيقول ان الجي اوف اس هي عباره عن 2 اوفر اس بلس 1 في اس بلس 2. بيقول لك برضه فايند الديسكريت ترانسفير فانكشن. اول حاجه اسومينج في المطلوب رقم اي ان ذير از نو زيرو اوردر رول. تاني حاجه اسوم ان في ان الديسكريت سيجنال از فيد ثرو ديجيتال تايم كونفرتر، يعني بوجود زيرو اوردر. احنا عارفين ان الجي اوف زد هي عباره عن الزد ترانسفورم لل بلس انفرس للجي اوف اس اللي هي عباره عن الكلام ده، تمام. طيب الكلام ده كله انا عشان اقدر اعمل له ال بلس انفرس على طول اعمل له بارشال فراكشن، هيبقى عندي هنا اس بلس 1 وهنا اس بلس 2. الكوفيشنت ده هيكون بكام؟ هعوض عن الاس نيجاتيف 1 في الفانكشن دي وهخف الترم بتاع اس بلس 1، فيبقى عندي 2 على ال 1 فيها 2، تمام. طيب الكوفيشنت ده هيطلع نيجاتيف 2. بعد ما عملت بارشال فراكشن اقدر اعمل لبلس انفرس لكل ترم من دول الترمات دي. يبقى انا كده عايز اجيب زد ترانسفورم لبلس انفرس للكلام ده، هو عباره عن 2 اي باور نيجاتيف تي نيجاتيف 2 اي باور نيجاتيف 2 تي، تمام. اقدر اعمل ديسكريتيزيشن دلوقتي بس لازم اعمل اقدر اجيب زد ترانسفورم بس لازم اعمل ديسكريتيزيشن اول. فانا عايز اجيب زد ترانسفورم لديسكريت فورم اللي هي 2 اي باور نيجاتيف كي تي نيجاتيف 2 اي باور نيجاتيف 2 كي تي، تمام. طيب زد ترانسفورم بتاع الكلام ده كله على فكره الاثنين دي ممكن نطلعها بره خالص، تمام، لان هي سكيلر. زد ترانسفورم بتاع الاي باور نيجاتيف كي تي على فكره الكلام ده كله طبعا مضروب هنا في اليو اوف تي، ولما جينا عملنا ديسكريتيزيشن بقت يو اوف كي تي اللي هي يو اوف كي. زد ترانسفورم بتاع اي باور نيجاتيف كي تي في اليو كي هو عباره عن زد على زد نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي، صح؟ عشان كنت ممكن اسمي كل الكلام ده كله اقول ان اي باور نيجاتيف كي تي دي عباره عن اي باور نيجاتيف تي تو ذا باور كي، واحنا كنا عارفين ان او ده اسمي ده بقى ايه بقى؟ احنا كنا عارفين ان اي تو ذا باور كي في اليو اوف كي زد ترانسفورم بتاعها على طول بيتحول لزد على زد نيجاتيف اي. انا هنا عندي الاي اي باور نيجاتيف تي، تمام. بعد كده نيجاتيف زد ترانسفورم بتاع الكلام ده كله الاثنين دي خدناها بره، هيبقى عندك زد على زد نيجاتيف اي باور نيجاتيف 2 تي. لو عايزين نوحد المقام فهيبقى عندك مقام زد نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي multiplied by زد باور نيجاتيف 2 تي. في البسط هيبقى عندك زد في زد زد سكوير، وهتطرح من زد سكوير هتطير، هيبقى عندك اي باور نيجاتيف تي، تمام، نيجاتيف اي باور نيجاتيف 2 تي، الكلام ده كله مضروب في 2 زد، تمام. يبقى كده احنا جبنا discrete transfer function assuming there is no zero order hold. طيب جميل، خلينا نجيب بقى ال discrete transfer function assuming there is a zero order hold، وبعد كده نقارن الحلين ببعض. طيب احنا ما عندناش مساحة، خلينا ناخد الكلام ده كله هنا وكان نكمل هنا. دبل اي احنا عايزين نجيب ال جي اوف زد assuming there is a zero order hold اللي احنا عارفين هو 1 negative z to the power negative 1 فz transform ل g of s over s. خلينا على جنب كده نجيب ال g of s over s، بعد كده نعمل لها partial fraction. احنا عارفين ان ال g of s over s هي عبارة عن 2s multiply s by 1 s by 2 plus 2. كان ده كله عمله partial fraction، فهيبقى عندي هنا s s plus 1 s plus 2. الكوفيشنت ده هيبقى عندي 2 على 2 فعل 1، الكوفيشنت ده بنيجاتيف 2، والكوفيشنت ده هيطلع معايا ب 1، تمام. طب كده انا جبت الجي اوف اس اوفر اس، اقدر اجيب لها البلس انفرس للجي اوف اس اوفر اس اللي احنا عارفين ان ده هيطلع يو اوف تي، ده هيطلع نيجاتيف 2 اي باور نيجاتيف تي
u of t ده هيطلع plus e power negative 2t u of t. تمام؟ طيب تقدر تجيب لي زد الترانسفورم اه بس لازم تعمل discretization هتشيل لي كل الكلام ده هتحط لي u of kt اللي انا ممكن اكتب ان هي u of k negative 2 e power negative t الكل باور k u of k plus e power negative 2t to the power k u of k. تمام؟ دي بقى اللي هي discrete sec. طيب اقدر اجيب بقى ال g of z هي عبارة عن 1 negative z to the power negative 1 في z transform بتاع الكلام ده كله. z transform بتاع الكلام ده كله افتح قوس بقى z transform بتاع ده هو z على z negative 1 negative z transform بتاع ده هو عبارة عن z بس عشان في 2 negative 2 z على z negative e power negative t بعد كده plus z على z negative e power negative 2t اللي هو z transform بتاع احنا ممكن نشيل الترم ده ونحوض عنه بزد نيجاتيف 1 اوفر زد. تمام؟ هوزع الكلام ده كله جوه فهيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي 1 نيجاتيف الزد هتطير مع الزد هيبقى عندي نيجاتيف 2 زد نيجاتيف 1 اوفر زد نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي بعد كده بلس الزد هتطير مع الزد هيبقى عندي زد نيجاتيف 1 على زد نيجاتيف اي باور نيجاتيف 2. تمام؟ دي جي اوف زد. طيب تقدر توحد لي بقى المقامات؟ فانت عندك هيبقى المقام ايه؟ هيبقى عندك 2 pools بس اللي هو z negative e power negative t multiplied by z negative e power negative 2t. النوميريتور بقى هيبقى عندنا ايه؟ هيبقى عندنا الكوفيشنت بتاعت الزد سكوير في كوفيشنت ليها بلس في كوفيشنت للزد بعد كده بلس في الفري تيرم اللي هي z to the power 0. طيب خلينا نبص على الكوفيشنت بتاعت الزد سكوير. الكوفيشنت بتاعت الزد سكوير هتجيلي منين؟ عشان احد مقام الواحد ده هضربه في البسط هيبقى عندي z negative e power negative t multiplied by z negative e power negative 2t هيبقى عندي هنا z square وهنا هيبقى عندي negative 2z square وكده هيبقى عندي هنا plus 1z square فده هيبقى عندي 1 negative 2 plus 1 هيدينا على طول 0. تمام؟ على فكرة دي كانت متوقعة وهقول لكم متوقعة. طيب coefficient بتاعت z الكوفيشن بتاعت الزد هنا هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي نيجاتيف اي باور نيجاتيف 2 تي. تمام؟ هيبقى عندي نيجاتيف اي باور نيجاتيف 2 تي نيجاتيف اي باور نيجاتيف 2 تي. طيب ده الكوفيشن هنا. طب الكوفيشن بتاعت الزد هنا هي هتبقى عبارة ايه؟ النوميريتور هنا هيتضرب في زد نيجاتيف اي باور نيجاتيف 2 تي. الكوفيشن بتاعت بقى الزد هنا هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن نيجاتيف 1 مضروبة في 2 اللي هي بلس 2. تمام؟ والكوفيشن التاني هيكون جايلي من نيجاتيف اي باور نيجاتيف 2 مضروبه في نيجاتيف 2 اللي هي بلس اي باور نيجاتيف 2 تي اللي هي لما تتجمع على نيجاتيف 1 هتبقى بلس 1. طيب الكوفيشن التالت هيكون جايلي من النوميريتور ده لما تضرب في زد اي باور نيجاتيف تي هيديني ايه؟ هيبقى عندي 1 اول كوفيشن للزد هيبقى عندي 1 multiplied by نيجاتيف 1 في 1 هيبقى عندي negative 1 plus 2 يبقى دي 1. تمام؟ الكوفيشن التاني بتاع الزد هيجيلي منين؟ هيجيلي من الزد multiplied by negative e power negative t multiplied by 1. تمام؟ هيبقى عندي negative e power negative t فهيبقى عندي هنا في دي المفروض كانت e power negative t اسف لما اجمع عليها e power negative t بالنيجاتيف هيبقى عندي negative 2 e power negative 3. تمام؟ الكوفيشن بتاع الفري تيرم هنا الفري تيرم هيكون جايلي منين؟ هيكون جايلي من ال e باور نيجاتيف النيجاتيف e باور نيجاتيف t multiplied by e باور نيجاتيف 2t اللي هي تبقى e باور نيجاتيف 3t في البوستيف. طيب الفري تيرم هنا هيكون جايلي منين؟ جايلي من نيجاتيف في نيجاتيف في نيجاتيف يعني نيجاتيف 2 تمام اللي هي نيجاتيف 2 e باور نيجاتيف 2t. تمام الفري تيرم هيكون جايلي من هنا ايه؟ نيجاتيف في نيجاتيف في بوستيف يعني بوستيف مضروب في e باور نيجاتيف t. تمام دي الترانسفر فانكشن اللي احنا جبناها بافتراض ان في زيرو اوردر هول. طيب بقى نيجي نعمل تشيكس. تمام يعني دي الجي اوف زد. طيب الجي اوف اس كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن 2 اوفر اس بلس 1 في اس بلس 2. اول حاجه السيستم اوردر كان سكند اوردر لسه ستيل سكند اوردر. تمام تاني حاجه البولز كانت عند النيجاتيف 1 والنيجاتيف 2 البولز مابت اي باور نيجاتيف تي واي باور نيجاتيف 2 تي اللي احنا قلنا ان الزد بتماب اي باور اس تي.
تمام. اخر فيريفيكيشن لو انا قلت لك احسب لي الدي سي جين هنا تمام، فدي سي جين ليميت لما اس تنز تو 0 للجي او اس، لما بتكلم عن دي سي جين للكونتينوس ترانسفير فانكشن، فهيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن 1. طيب هنا لما تيجي تعوض بقى عن الكلام ده كله وتجيب لي ليميت لما زد تنز تو 1 للجي او زد، يعني هتعوض عن زد ايكوال 1، فده معناه ايه؟ لما تعوض هنا على زد ايكوال 1 هيبقى عندك 1 نيجاتيف 2 اي باور نيجاتيف تي بلس اي باور نيجاتيف 2 تي بلس اي باور نيجاتيف تي نيجاتيف 2 اي باور نيجاتيف 2 تي بلس اي باور نيجاتيف 3 تي. الكلام ده كله مقسوم على 1 نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي 1 نيجاتيف اي باور نيجاتيف 2 تي. على فكره لو جيت كتبت الايكويشن دي على الاله وعملت كالكوليشن وعوضت عن التي باي فاليو هتلاقي ان دايما ده بيديك واحد تمام، او من الاخر ممكن تضرب القوسين دول في بعض، لما تضرب ده في بعض واحد في واحد هيديك واحد اللي هو الترم ده تمام، اي باور نيجاتيف تي في واحد هيديك نيجاتيف اي باور تي تمام، وانت عندك هنا نيجاتيف 2 1 هيديك نيجاتيف باور تي. فانت لو ضربت القوسين دول في بعض وقارنت هتلاقي ان فعلا النوميريتور هو بالظبط الدينومينيتور، وهتلاقي ان في الاخر خالص الفانكشن دي على طول بتثبت تمام. يبقى كده ده التشيك الثالث ان احنا دي سي جين الكونتينوس والديسكريت فانكشن الاثنين واحد. طيب جميل، خلينا ناخد بقى اخر اكزامبل معانا النهارده ان شاء الله. ناخد اكزامبل رقم دي، بيقول لك ان الجي اوف اس هي عباره عن 1 اوفر اس سكوير بلس اس بلس 1 تمام. بيقول لك فايند برضو ديسكريت وداوت زيرو اوردر هولد وذ اند وذ زيرو اوردر هولد. طيب فمضروب اي عايز اجيب الجي اوف زد، افترض ان مفيش زيرو اوردر هولد، فانا عايز اجيب زد ترانسفورم للكونتينوس فانكشن اللي هي جي اوف اس كونتينوس ترانسفورم فانكشن، فانا لازم اعمل لها partial fraction وبعد كده اروح للتايم دومين عن طريق ان انا اخد لابلاس انفرس تمام. بس الفكره ان الروتس هنا تطلع كومبلكس. خلينا كده على جنب نجيب الجي اوف اس، كنا لما الروتس تبقى كومبلكس كان الاسهل ان احنا نعمل كومبليتنج سكوير كومبليتنج، فانا هاخد نص الكوفيشنت بتاعت الاس يبقى عندي اس بلس هاف كل سكوير. لما اجي افك القوس ده يبقى عندي اديني اس سكوير هيديني half times s times 2 هيديني s، بعد كده هيديني ربع صح. الربع دي محتاجة اجمع عليها 3 ارباع عشان يبقى 1 تمام. طيب وهنا واحد. طيب الشكل ده احنا عشان نحوله لشكل قريب من الساين كنا محتاجين ايه؟ كنا محتاجين الجذر الكلام ده يكون موجود فوق تمام. فانا محتاج هنا جذر 3 على 4 هضرب فيه فوق وتحت تمام. انا عندي s بلس هاف كل سكوير بعد كده بلس 3 على 4 كده. الشكل ده احنا كنا عارفينه لما يبقى عندي هنا اوميجا على s سكوير بلس اوميجا سكوير تمام، ساعتها كان البلس انفرس بتاع الكلام ده كله هو الساين تمام. احنا كده عرفنا نعمل كومبليتنج سكوير للجي اوف اس، تقدر بقى تجيب للجي اوف تي البلس انفرس الكلام ده 1 اوفر روت 3 اوفر 4 ده سكيلر، ده بلس انفرس الكلام ده كله ماكش دعوه بالشيفت اللي هنا، وعبارة عن ساين الاوميجا اللي هي جذر 3 على 4 في التي يو اوف تي تمام. والشيفت في الاس كان بيتحول اكسبوننشال في التايم، فاي باور نيجاتيف نص تي. كده انا جبت الجي اوف تي، جبت البلس انفرس للترانسفير فانكشن، اقدر اجيب الجي اوف كي تي اعمل ديسكريتايزيشن، هشيل كل تي سمول حط مكانها كي تي كابتر، جذر 3 على 4 اي باور نيجاتيف هاف كي تي ساين جذر 3 على 4 كي تي تمام. يو اوف كي تي اللي انا ممكن اكتبها يو اوف كي، الحاجه الوحيده اللي ممكن تشيلها تشيل منها تي كابتر ان انت تحطها تكون موجوده جوه الديفينيشن بتاع فانكشن تمام. خلاص كده احنا بقى معانا ديسكريت ترانسف ديسكريت سيجنال، اقدر اجيب لها زد ترانسفورم، يعني ده اللي احنا كنا عايزين نعمله من الاول. بس احنا عند السيشن انت فيه خطوتين لازم تعملهم، تجيب اللابلاس انفرس بعد كده تعمل ديسكريتايزيشن. طيب يبقى اذا الجي اوف زد هي زد ترانسفورم للكلام ده، زد ترانسفورم للكلام ده، ده سكيلر هينزل زي ما هو تمام. خلينا نجيب زد ترانسفورم بتاع الساين يو اوف كي. الزد ترانسفورم بتاع الكلام ده كله كان بيبقى عندك ساين، يبقى عندك زد ساين، بعد كده كل الكوفيشن بتاع الكي اللي هو جذر 3 على 4 تي على زد سكوير نيجاتيف 2 زد كوزاين نفس الكلام ده بالظبط اللي هو جذر 3 على 4 تي بلس 1 تمام. ده زد ترانسفورم بتاع الفانكشن دي،
طيب كان الاكسبوننشال في الزد دومين بيتحول لايه؟ كنا كانك بتشيل كل كي، او مش بتشيل كل، قصدي زد، وتحط مكانها زد اوفر الكلام ده، زد اوفر ايه. الايه هنا بتساوي ايه؟ الايه بتساوي اي باور نيجاتيف تي على 2. لان انا ممكن اقول الكلام ده كله بيساوي اي باور نيجاتيف تي لكل تو باور كي اللي هي اي تو باور كي. فانا هقسم الكلام ده كله على ايه اللي هو اي باور نيجاتيف تي على 2. كل زد هشيلها واحط مكانها اي باور نيجاتيف تي على 2، بس عشان هنا في سكوير فيبقى سكوير عليهم كلهم، هنا زد اي باور نيجاتيف تي على 2. هضرب فوق وتحت، واحد على جذر 3 على 4، هضرب فوق وتحت في كام؟ هضرب في اي باور تي، تمام؟ عشان تطير من هنا، او اي باور نيجاتيف تي اسف، تمام؟ هيبقى عندك فوق ايه؟ هيبقى عندك زد e باور نيجاتيف تي على 2 ساين جذر 3 على 4 تي. الكلام ده كله مقسوم على هنا e باور نيجاتيف 2 تي سكويرد اللي هي e باور نيجاتيف تي، لما اضرب في e باور نيجاتيف تي هتطير، فيبقى عندي هنا زد سكوير نيجاتيف. هنا لما اضرب في e باور نيجاتيف تي وبقسمها على نيجاتيف 2، فيبقى عندي نيجاتيف زد e باور نيجاتيف تي على 2. بعد كده كوزاين الانجل دي هينزل زي ما هي. بعد كده بلس الواحد لما اضربه في اي باور نيجاتيف تي هيديني اي باور نيجاتيف تي، تمام؟ ده الجي اوف زد، ده ديسكريت ترانسفير فانكشن بافتراض ان مفيش زيرو اوردر هولدر. عايزين نعمل نفس الكلام ونحل الدبل اي بنفترض ان في وجود زيرو اوردر هولدر، ساعتها احنا محتاجين نجيب الجي اوف اس اوفر الاس اللي هي عباره عن 1 اوفر اس اس سكوير بلس الاس بلس 1، تمام؟ طيب هنعملها partial fraction، فانا هعملها partial fraction لترمين، هنا s وهنا s square plus s plus 1 اللي احنا عارفين بنعرف نعمله completing square. coefficient بتاعت ال s هنا هتبقى عبارة عن ايه؟ هعوض في الترم دي عن ال s equals 0 هيطلع لي 1. coefficient هنا هتبقى عبارة عن as plus b as plus b، تمام؟ بعد كده انت المفروض تعمل partial fraction او تعمل comparing coefficient او بأي طريقة تجيب لي coefficients a و b، هيطلع لك ان coefficients A و B هم عبارة عن ال A بنيجاتيف 1 وال B بنيجاتيف 1. يبقى كده أنا G of S over S أنا عارف إن هي عبارة عن 1 over S، إن نيجاتيف آخد ال negative common factor، فيبقى عندي S plus 1 على الكلام ده كله. يعني إحنا قلنا ممكن نخلي S plus half، نعمل computing square plus 3 over 4. تمام. طيب انا بما ان انا عندي في اس في النوميريتور دلوقتي، فانا عايز اخلي الشيفت في اس اللي في النوميريتور يكون هو نفس الشيفت الاس اللي في الدينومينيتور. فانا عندي هنا اس بلس هاف، فانا هخليها اس بلس هاف بلس هاف، تمام؟ طيب كان ده كله بيساوي ايه؟ بيساوي 1 اوفر اس نيجاتيف اس بلس هاف على اس بلس هاف كل سكوير بلس 3 على 4، بعد كده نيجاتيف هاف اس بلس هاف سكوير بلس 3 على 4. طيب دي شكل ساين، بس احنا محتاجين هنا نخلي الاوميجا ودي اوميجا سكوير، فهناخد جذر 3 على 4 وهقسم في جذر 3 على 4، تمام؟ طيب ده الجي اوف اس اوفر اس. طيب تقدر تجيب الجي اوف تي اللي هو بلس انفرس الكلام ده كله، اه ده الجي اوف تي بلس انفرس الكلام ده كله، احنا عارفين ان هو عباره عن ايه، في إشارة نيجاتيف بره، وعبارة عن كوزاين الأوميجا اللي هي جذر 3 على 4 تي، تمام؟ والشفت في الأس بيتحول إكسبوننشال في التايم، تمام؟ طيب والشكل ده هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن نيجاتيف نص مقسومة على جذر 3 على 4، تمام؟ اللي هو ده كل ده سكيلر في اللابلاس إنفرس بتاع الكلام ده. اللابلاس إنفرس بتاع الكلام ده هو عبارة عن ساين الأوميجا اللي هي جذر 3 على 4 تي، وما تنساش إن هنا في شفت في الأس هيتحول إكسبوننشال في التايم. طبعا الكلام ده كله مضروب في U of T وهنا مضروب في U of T. نعمل بقى discretization، نجيب ال G of KT اللي هي discretization الكلام ده هيديني U of K، discretization الكلام ده هيديني negative E باور negative T على 2 الكل to the power K، cosine جذر 3 على 4 T في ال K U of K، بعد كده negative 1 على 2 على جذر 3 على 4.
discretization الكلام ده هيبقى عبارة عن negative exponential negative t over 2 كل to the power k بعد كده sin جذر 3 على 4 t مضروبة في ال k u of k. تعال بقى نجيب ال z transform بتاع الكلام ده. ها عايزين نجيب ال g of z للكلام ده, بس ما تنساش ان احنا المفروض هنضرب في 1 negative z to the power negative 1 لنتيجة ال zero order hold. ف zero order hold بالإفكت بتاعه ان انت بتجيب بتقسم ال g of s over s وتضربها في 1 negative z to the power negative 1. الكلام ده كله مضروب بقى افتح قوس كبير z transform بتاع ال u of k هو عبارة عن z على z negative 1. z transform بتاع الترم ده من غير الشفت ده z transform بتاع الكوزاين اللي احنا عارفين ان هو عبارة عن z z negative كوزاين الكوفيشن بتاعت الكي كلها اللي هي جذر 3 على 4 تي. الكلام ده كله مقسوم على z square negative 2z كوزاين الكلام ده كله جذر 3 على 4 تي بلس 1. تمام. طيب وجود بقى ال e power negative at ده بيخلي لك بتعمل ايه؟ ال exponential في ال time في ال discrete بيتحول ل ان احنا بنشيل كل زد ونحط مكانها زد اوفر الكلام ده. تمام. فانا هشيل كل زد واحط مكانها زد اوفر اي باور نيجاتيف تي اوفر 2 وهنا زد اوفر اي باور نيجاتيف تي اوفر 2 هشيل الزد دي احط مكانها زد اوفر اي باور نيجاتيف تي اوفر 2 كل سكوير وهشيل الزد اللي هنا واقول مكانها ان هي زد اوفر اي باور نيجاتيف تي اوفر 2. تمام. وبعد كده نكمل باقي الترمات كده نيجاتيف نص جذر 3 على 4 ده كده سكيلر. تمام. مضروب في زد ترانسفورم بتاع الساين اللي احنا كنا لسه جايبينه هو عبارة عن ساين الانجل او الكوفيشن بتاعت الكي جذر 3 على 4 تي على زد سكوير نيجاتيف 2 زد كوزين الانجل برضه بس 3 على 4 تي كابيتال بلس 1. تمام. انا عارف ان هنا في زد. طيب واحنا قلنا ان الاكسبوننشال في التايم بيتحول للزد عباره ان اشيل كل زد احط مكانها الاكسبوننشال بتاعي نيجاتيف تي على 2 زد اكسبوننشال نيجاتيف تي على 2 اكسبوننشال نيجاتيف تي على 2. خلاص احنا كده وصلنا للشكل النهائي, بس انت كل اللي هتعمله ان انت هتشيل الترم ده وتحط مكانه z negative 1 over z تضرب الترم ده في الثلاث ترمات دول وتظبط الشكل بتاع الترمات دي. يعني الشكل بتاع الترمات دي هتظبطه ازاي؟ هتضرب هنا في e power negative t فوق وتحت زي ما قلنا قبل كده وهنا في e power negative t فوق وتحت. تمام. وبعد كده تجمع الترمات دي وبعد كده اخر خالص هيطلع لك transfer function في النوميريتور بتاعها هو النوميريتور بتاع الكلام ده صح؟ لو زد سكوير نيجاتيف 2 زد اي باور نيجاتيف تي على 2 كوزاين ده بعد ما اضرب في اي باور نيجاتيف تي كوزاين جذر 3 على 4 تي بلس 1. تمام. ده بلس اي باور نيجاتيف تي اسف انا ضربت في اي باور نيجاتيف تي. تمام. هيبقى عندي هنا في النوميريتور كلام كتير قوي. طيب انا كل اللي يهمني ايه؟ كل اللي يهمني ان السيستم في الاصل ال g of s بتاعته كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن 1 over s square plus s plus 1 كان في system first order. system لسه برضه هيفضل first order. ده كده اول check. تاني check هتحسب ال dc gain وال dc gain هنا بواحد وال dc gain هنا لما تيجي تحسبه برضه هيطلع بواحد. طب تحسبه ازاي هنا؟ انت هتكتب الاكويشن دي على الآلة وتعمل calculate وتعوض عن ال x equal 1 او تعوض احنا بأني بأي value يعني كأنك بتعوض عن ال time. تمام. يعني انت دلوقتي عندك المعادلة دي هتعوض عن ال z equal 1 فيبقى عندك في نوميريتور ودينوميتور والكويشنز كبير قوي. ما تقعدش تختصر, لا انت هتكتب الايكويشن دي على الاله تبقى فانكشن في التي عوض عن التي لو سام لك تايم عوض عنه باي فاليو فبيعوض عنه مثلا ب1 ب10 ب0.1. تمام. هتلاقي في الاخر خالص ان لازم يطلع لك الدي سي جين هنا يطلع 1. اخر تشيك كنا بنعمله كنا بنشوف اماكن البولز في الاس دومين. اماكن البولز هنا كانت عباره عن ايه؟ ان لو سالتك البولز هو الاس هنا بتساوي نيجاتيف نص بص نيجاتيف جي جذر 3 على 4 دي البولز في تايم دومين. طيب البولز في زد دومين هتتم ازاي؟ ان الزد ايكوال اكسبوننشال اس تي. تمام. هيبقى عندك البول الاولاني عباره عن زد نيجاتيف اي باور اس تي اللي هي باور نيجاتيف نص
بلس جي بلس 3 على 4 اضربه في تي. البول التاني هو عبارة عن زد نيجاتيف اي اللي هو الكونجيج بتاعه نيجاتيف نص نيجاتيف جي بلس 3 على 4 تي. تمام، متنساش ان هنا برضو ده الاس، فهنا هيبقى مضروب في تي وهنا مضروب في تي. تمام، لما تضرب اتنين بولز دولت في بعض الزد في زد هيديك الزد سكوير. تمام، الترم ده لما تضربه في الترم ده هتلاقي الايماجينري بورت ده بيطير، هيبقى عندك بلس جي ونيجاتيف جي هيطيروا، هيبقى عندك نيجاتيف نص تي، نيجاتيف نص تي اللي هتديك اي باور نيجاتيف تي، والنيجاتيف مع نيجاتيف هتديك بوزيتيف. تمام، وبعد كده لما تجمع الترمين تضرب الترم ده في زد والترم ده في زد هيديك الكلام ده، هيديك 2 زد اي باور نيجاتيف تي مضروبه في كوزاين جذر 3 على 4 تي. تمام كده، احنا ده اخر تشيك كنا بنعمله، ان احنا بنشوف اماكن البولز وبنشوف هل فعلا هي بتماب طبقا للريليشن دي ولا لا. تمام، لو بتماب طبقا للريليشن دي والدي سي جين بيساوي نفس الدي سي جين والاورتر بيساوي الاورتر، فانت كده بنسبه 100% انت كده قدرت تعمل ديسكريتيزيشن صح. تمام، كده ان شاء الله السكشن النهارده خلص. تمام، احنا اتكلمنا على الديسكريتيزيشن بالنسبه للترانسفير فانكشن، اتكلمنا على الاول خالص، قعدنا شويه قوي كده يعني بنحط جراوند رولز وديفينيشنز، ليه بنحتاج السامبلر، ليه بنحتاج الزيرو اولدر رول. تمام، اكدنا ان الزيرو اولدر رول ليه ترانسفير فانكشن كونتينوس، السامبلر ملوش ترانسفير فانكشن، السامبلر كل اللي بيعمله انه بيعمل ديسكريتيزيشن للسيجنال، بيحولها من كونتينوس لديسكريت ومن انالوج لديجيتال. بعدين اتكلمنا ان وجود الزيرو اولدر هولد هو اسينشال عشان نقدر نستخدم كل الرولز اللي احنا بنستخدمها، يعني دول اتعلمته ازاي تعملوا ديزاين بايوت فلوكس، ديزاين للكنترولر ليد او لاب كنترولر، كل كنترولرز كل الرولز اللي كنا بنستخدمها كانت هتبقى فاليد دلوقتي، يعني هي فاليد في الكونتينوس هتبقى فاليد بقى في الديسكريت بوجود الزيرو اولدر هولد، لان الزيرو اولدر هولد هيخلي الجي اوف زد الريسبونس بتاعها ايكويفالنت للجي اوف اس، كل الفرق بس ان هو بدل ما هي كونتينوس ترانسفير فانكشن هتبقى ديسكريت ترانسفير فانكشن. تمام، وبعد كده خدنا شويه اكزامبلز، حلينا اكزامبل على البولز اللي هي تبقى ديستينكت، بعد كده البولز تبقى كونجكت وكومبلكس، وخدنا اكزامبل على سنجل بول، وبعد كده قلنا ازاي نعمل تشيك نتاكد ان احنا عملنا ديسكريتشن صح. تمام، كده ان شاء الله الحمد لله السكشن خلص النهارده، اتمنى ان يكون السكشن يعني كويس ومش تقيل على قلبكم، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي.